وكان تيقول عليك بنادم ديريك في وجهك، تيقول لك محمد انت راه احمق، تيقول لك راه انت عبيد، فاش قاعد يشوف الكرياسيون ديالك تيسيني ليك بانك انت قطعتي الوراق. كيبان لي سروال تنخيط فيه شي حاجه تنسق ليه الجل، تنقاد شي صاك فهمتي من والو، وكنت لبسه وتيضحكوا عليا الدراري وتنقول لهم يا وي راه واحد النهار عاد بدا تطلب هذاك الشيء اللي تنقاد انايا غير بالضحك. كنت نقول لهم ايوا انا بنبدا نقاد شي حاجه الناس بغاو يبداو يجيو لهم ريكوموند هكا كنت نقول. السلام عليكم، معكم محمد يوسف كرياتور ديزاين 29 سنه، ولد مدينة تارودانت. انا هو تارودانت، انا هكا كيما تشوفني على برا شوف تارودانت، انا عين بالك عارف تارودانت هكا بعض الضحكة مزيانة. كيما خرجت انا من القرية مشيت خدمت مع الوالد ديالي، خدمت مع الوالد ديالي كريت شحال من حاجه كريتها شحال من صافي. فاش خدام مع الوالد كنت تندير السيكان، كنت نكري شحال من حاجه مع الوالد ديالي تخدم في دار الباغ وتيقاد الشل، وتما كنت نتعلم انا الحرفه. تما لقيت راسي كما قلت لك كبرت في لار، كبرت مع الوالد اللي ترجع لي الفضل، كبرت معاه في لار فهمتي، كان يعلمني بزاف وكان تيسيبورتوني. تما لقيت راسي بانني تغمست في الديزاين وفي الحوايج، واللي تلبس الحوايج ولي تنخدم شي حاجه لراسي، لا باغي نلبس شي حاجه ولا السي كان باغي نهزهم تنقادهم لراسي. الله يحمي والديك دخل الحاج كيحضر. انا تعلمت فهمتي في تارودانت، كنت تعلمت تنخيط في تارودانت، كنت شريت اول ماكينه شريتها باقا مازال عندي، كنت تنخيط فيها الحوايج ديالي، كنت بعض المرات تنشد شي سروال تنقطعو تندير فيه ديك باتش وورك فهمتي، تنخدم من هنا لهنا تنلقم بعض المرات شي حاجه صافي. من تما تعلمت، وكنت بعض المرات تمشي عند شي واحد فهمتي، تنقعد تنشوف كي تيدير، ما تيعرف كاع انا شي خياط ولا شي، كنت هي تنشوف كي تيدير وصافي تنسبيرا منه. السلام عليكم، نهمني بخير كديري. من بعد تنكري وتنحبس حيت كانت واحد فهمتي، فاش بانك تكري واحد الحاجه ديفيرون وتحطها في واحد المنطقة كبرتي فيها حتى هي قاسحة شوية، كنت تجي جات الغاز بزاف تاع الضغوطات صافي. من بعد تما حسيت براسي خاصني فهمتي، خاصني واحد صافي راه تكون مزيانة، حسيت براسي خاصني نتايزولا نمشي نقلب على محمد. ومن هاديك تما هزيت، كانت واحد أحسن صافي راه درت في حياتي، اللي هي اللي كنت سافرت مع الحمار حاشاكم، اللي سافرت مع الحمار ديالي اللي درت فيها 5 شهور، اللي كنت من المدينة تارودان التصويره درت فيها تيابات، كنت طفتنا امسوان، المهم درت فيها بزاف، مشيت على الساحل. تما طاحت لي الفكره بانني ما نقدرش نعاود نرجع للمدينه تندير شي حاجه فهمتي. تما بدات البراند تاع الاوف سايكلين، تما خرجت بالحمار وكل شيء، كنت نخدم بيتي تنقاد السيكان تنقاد سميتو صافي. من تما قررت بانني ندير شي حاجه ديالي، ما نعاودش نرجع لتارودان تنعاود ندير شي حاجه. هكا كانت البداية تاع نوري. مع بنادم تيسولك علاش درتي هكا وانت مازال جون، علاش خرجتي تنعس في الزنقه، علاش تدير هكا انت والحمار، علاش تدرجي هاد الصفيره. تنقول له تي خرجت صافي تي بريسيت فهمتي، بغيت نخرج نقلب على محمد شويه، بغيت ندير شي حاجه في حياتي. تيقول لك بنادم اش كنتي تدير، تنوريها شنو كنت ندير، كنت تنكري هكا تنقطع السيكان تندير هاد الحوايج تا هما.
تيقول لك اه صاحبي راه زوين هادشي، وتيقول لك واش ما تبيعو، تنقول ليه لا راه تنوري الناس اللي كبرت معاهم وهادشي وقليل اللي تيفهم هادشي، تنقول ليه تيقول لك لا صافي ما تعاودش كاع فهمتي، تا هما كانوا تنصحوك حيد من هادشي عاود رجع خدم، عاود رجع كري، عاود رجع فهمتي بدا شي حاجه ديالك، عاود رجع بدا البراند بدا فهمتي، تما عرفت براندين، تما عرفت شحال من حاجه مع دوك الدراري. فاش كنت تنسافر تنتلاقى مع بزاف د الناس، وكل واحد شنو كان تيعتيني، كل واحد شنو كان تيقول ليا جير هادي حبس اصبر وهاد بدا كمل، كنت تلقى بزاف د السيبور من دوك الناس اللي تلاقيت في السفر هكا باش زوين تا السفر فهمتي، تتلاقى مع بزاف تاع الناس هكا صافي. من بعد نيت جيت لها كادير كان عندي فيه الخاله، ترجع ليها تا هي الشرف، تنشكرها بزاف. دخلت كنخدم مسكينه في لوزين، دخلت معها خدمت معها صافي، جيت لديك الخدمه في لوزين، وكانوا تيشيطوا لي شوت، كانوا تيشيطوا لي شوت ديك الساعه، شلت نقاد فيهم السويكه، تنقاد فيهم بحال قلتي تنخطفوا داكشي اللي يسمح لينا. كنت نجي نفرش السبت والحد، كنت نجي نفرش انا في تاغازوت. وكيفاش بدات الفكره تاع الخنشه؟ كنت اي واحد النهار تنقاد دوك التشاكيطات كيما قلت لك، تنجيب وحده وحده لهنا مره مره، تنجيب وحده وحده وتنبيع فيهم هكاك سويكات مره التشاكيطات جلد صافي. واحد النهار تنقاد هو يقول لي واحد الدري صاحبي هيا شي نهار انت تلبس شي خنشه. قلت لي شنو؟ قال لي شي خنشه، قلت لي تاع القهوه، هو يقول لي قلت لي هي اللي غنديرو. تحت معمر ودار من الخنشه الجاكيطه، انا خاصني نديرها صافي، درتها، تعاوننا عليها مع دوك الدراري كلشي، تعاوننا عليها شي 3 ايام حنا في الجاكيطه، مع كنا تنخدموا السوايع مخطوفين في بالليل، كنا تنخدموا تنساليو الخدمه تنبدا في الجاكيطه، كل واحد اش تيخيط فيها، كل مره تنخيطوا فيها شويه صافي. ديك المده تاع 3 ايام لبستها في 5 دقائق، درنا لها فيديو بوستيتها وانا نبيعها في 5 دقائق، وتنقولوا واه. فاش بوستيتها بعتها في 5 دقائق، وانا نقول اش هو هادشي، وقلت صافي انا خاصني نبدا انايا. بعت التشاكيطه في 5 دقائق، قلت لها الدراري تنقول لهم اش راه التشاكيطه راه صيفط ليها السيد بغا راه في كومونتير، تيقول لي شكون هذا، تنقول لهم واحد السيد امريكان وهكا راه يبغى التشاكيطه، تيقول لي واش خلصك، تنقول لهم راه صافي راه تنعرفوا راه الا قال لك بغا صافي صافي فهمتي. الدراري بقينا مشطونين هكا صافي، صونيت لي قلت لها شنو باغي التشاكيطه، راه جيتها من الخنشه، وقول له واش من الخنشه، قلت لي اه من الخنشه صافي. تا هو عجباتو الفكره صافي، كان السيبور الاول تا هو الدفعه الاولى اللي كانت من عنده، تما بدينا الخدمه. من بعد جيت بعت وحده جوج ثلاثه، من بعد وليت نلقى لي كوموند بزاف في الانستغرام صافي، وانا نقول اشنو انا خاصني نحبس هاد الخدمه وخاصني ونبدا شي حاجه تما ديالي صافي. مشيت قلت على الوالده، قلت لها راه انا هز معايا الخنشه وفرحان، هز معايا الجاكيطه، هز معايا الجاكيطه وفرحان. وانا مشيت عند الوالده قلت لها راه شنو ندير شنو ندير صافي. مشيت عند الوالده قلت لها راه شنو ندير، حابين نخرج من لوزين، وقلت لها اش تهضر بالمعقول، قلت لها ولا يسمح لي من الله الا فاش، قلت لها راه نخرج صافي قررت. وبقات تبكي، بقات تبكي الوالده مسكينه، قالت لي علاش هتخرج، انا بحال قلت اش انت حماقيتي بحال ساليتي تسافر هاد الحمار، ودابا تتقد هنا في الخناشي، وشكون يبغي يشري عندك هادشي؟ الوالده راه لا راه كاينين الناس اللي تعشقوا لار تعشقوا هادشي فهمتي. انا كبرت في واحد المحيط زوين فهمتي، كما قلت لك المدينه تاع تارودان طلار، وانا كنت الوالده عندي مسكينه شويه فهمتي، ما تتعرف في داكشي بانك دير شي حاجه ديفيرون صعيب باش دخلها الراس تاع شي واحد. من تما كان الوالد ديالي فهمتي، واخا هكا كان الوالد ديالي تيسيبورتيني، فاش تيقول لك تامن بهذا الشيء ديالك اه المهم بتجير خدم على راسك فهمتي صافي. وانا نرجع بحال قلت تخاصمت انا والوالده ديالي واحد المده. صافي واحد النهار كان صدفه من واحد الانترفيو تاع دوزين، وتما بان لا في المدينه ديالي لا بالنسبه للعائله ديالي الوالده بالاخص، راه غير شافت الانترفيو في دوزين راه يصنوا لي ديك الساعه وتضحك، تتقول لي علاش اول ديما قلتيها ليا، علاش هادي معاك كنت واحد المده ما فهمتي بحال قلتي رجعت من تارودان، ترجعت بيان اللي خاصني ندير كما قلت لك عاد رجع ليها صافي. كان داك الانترفيو هو حتى هو البدايه الواعره اللي كان ديالي، اللي كان قالتني ثاني مع الوالده وقالتني مع شحال من الناس. نهار دوزت داك الانترفيو ثاني صافي، تحلوا لي البيبان الاخرين باش نفوكسي بزاف على البراند صافي. تما هكاك بديت نوري
وانت تتشوف دابا انو الريح حاليا راه المده تاع 4 سنين تبارك الله، احنا غادي الحمد لله دابا كاينه كوميونيتي تاع بنادم خدامين، اللي كاين خدام اونلاين، اللي خدام تيخيط دابا، وكاين الدراري فوتوغراف، كل واحد شنو تيجي الحمد لله دابا. It's heavy. Yeah, it's heavy. It's from vintage carpet. It's from vintage carpet. Yeah. Yeah, we'll make it. It's fine. Don't worry. Thank you so much, you too. لا لا أنا ما عمني ندمت على شي حاجة دوزتها في الطفولة، فهمتي؟ حيت ما عمني كل حاجة تجيب وقتها. أنا تنأمن بالحاجة فاش تجيب وقتها تتكون زوينة. فهمتي ما عمني ندمت على شي حاجه دوزتها في القرايه، تنقول الحمد لله حيت دوزت داكشي كلشي في القرايه ديك التصاره وما كنتش مجتهد وداكشي، حيت هذاكشي هو اللي خلاني نلحق هادشي. كنت نعرف لا لونغ وحالاش خدني درت شي فضعيصات كثار من هادشي. كنت انا الصغر كيبان لي سروال تنخيط فيه شي حاجه تنسق لي الجل تنقاد شي صاك فهمتي من والو، وكنت لبسه وتيضحكوا عليا الدراري وتيقول لي والله ما نتلم معاك انا ياش هذاك الشيء اللي لابس نتايا بتشوه بيا وصافي. وبقيت هكاك تنقول لي ها شوف راه واحد النهار عاد بدا تطلب هذاك الشيء اللي تنقاد انايا غير بالضحك. انا ما عرفتش كاع شناهي هذيك الساعه البراندين، انايا كنت نقول لهم انا بين بدا نقاد شي حاجه، انا بين بدا نقاد الحوايج الناس بغاو يبداو يديروا لهم ريكوموند هكا كنت نقول، فهمتي؟ ما عرفتش انا البراندين ديك الساعه كنا غير خرجت من القرايه مشيت نخدم في دار دبا انا كيفاش بغيت نلحق لك الفكره. ايماجيني داك الشيء ديالك نتايا اللي باغي دير واحد النهار تلقى راسك فيه، فهمتي؟ بلا ما تستريسي راسك. هادشي باش بنصح اي واحد فهمتي ما تشكيش وقول ديما الحمد لله وديما الحمد لله، ايماجيني طريقك راه تمشي فيها هكا تنشوفها. كنت غازوت فهمتي كان هو المتنفس الوحيد ديالي كنت نجي نسورفي فيه. ملي كنت تيجي قبل ما نبدا البراند وكلشي كنت نجي تنجي للبودي بورد كنت نجي فهمتي كنت نعشق البحر ندخل نعوم صافي. ملي كنت كاع في تارودانت كنت ملي كنت نخدم مع الوليد كنت نقعد واحد شويه الفاكونس وتنجي نضرب بيكالا كنت نجي بالبيكالا من تارودانت حتى غازوت تيكارت كنت نجي حتى لهنا بالبيكالا تنجي يومين ديالي تنسترح فيها تاني شويه تنعوم تنعاود نرجع تاني نخدم شي يامات مع با تنعاود فهمتي تنعاود نرجع هكا باش طاحت لي الفكره بانني نجي لتغازوت. وكانت هي قريبه حتى هي المدينه ديالي تارودانت صافي. تما قررت بانني نبدا في تغازوت كنت نجي ستريت في تغازوت وكيفاش كما قلت لك بجيت فيها كنت نجيب لها السيكان فهمتي كنت نجيب دوك السيكان هكاك صغار تنجي الفراشه تنفرش هنا تنخدم تنبيع السيك تاني تنعاود نرجع تاني نبدا في التشاكيطات تاني السيمانه الجايه. المهم هكا بجيت في تغازوت وتما قررت بانني نستقر فيها. لا عرفتيني على الطويجينا ها بغينا نوصلها اش تنديرو بلا صافي هو سالا انا عايش هابلي ريف. عرفتي علاش ما مشيت لشي بلاصه اخرى ما فرشت فيها؟ حيت كنت انا بالفري كنت كما قلت لك ملي بديت السفر كنت نلقى راحتي بزاف حدا البحر وتبليت بالسود حيت ديك ساعتها حتى كما قلت لك جات كورونا وتخربت بنادم. انا كنت هي تنسور فيه وسافرت وكنت تنسور فيه تما صافي تبليت بحدا البحر. دابا بالفري نمشي لشي بلاصه اخرى تندغيها تنضرب فيها اي سفيره سافرت. دابا حاليا فاش بديت البراند وفاش بديت الخدمه هنا حدا البحر في ستريت المهم ترتاح. هذاك الشيء علاش دابا ما نقدرش نتفرق حتى بالفري ما نقدرش نتفرق مع شي بلاصه حدا البحر. هنا والله الا اش بنقول لك ترتاح فاش تنكون بعدا كن في هذه البلاصه وبالطب فاش تنكون مفرش وخدام وتتبيع وتشري هو هذاك وتتهود تلعب كرات بانت لك الموجه تتمشي تسورفي المهم بخير حدا البحر ترتاح. هذاك الشيء علاش قلت لك ما نقدرش نمشي لشي بلاصه اخرى بعيده على هنايا. هادشي اللي تنشوف راسي حاليا بعدا كنت نهضر على حاليا هادشي كي تنشوف راسي. وهكا قررت بانني نقعد في تغازوت وهكا الحمد لله راه البراند دابا راه غادي تتكبر
غادي تتكبر الحمد لله، وغادي نتا نكولابوريو مع براندات زوينين. احنا الحمد لله غادي بخير. حاليا ما تنفكر كاع نمشي من تغازوت، حاليا ما تنفكر كاع نمشي من المغرب، حيت شحال من حاجه فهمتي تعرضت عليا بانني نمشي لشحال من بلاصه باش نخدم شحال من خدمه اخرى، ولا ما فهمتي انا وليت شحال من حاجه. حاليا نفكر نكبر البراند هنايا، نكبر البراند، ندير واحد البيلدين صحيح هنايا، نكبر البراند هنايا. من بعد ديك الساعات نسافر فين ما باغي، ديك الساعات نجي معايا انا البراند، نسافر بالبراند ماشي نسافر هكاك خاوي، نسافر بالكرياتيف ديالي. البلاصه الوحيده تقدر تنسبيرا منها شتي حاليا انا، فاش كاع بديت البراند وكل شيء، وفاش قبل ما نبدا البراند فهمتي كنت واحد كان عندي واحد الفراغ شويه، وكنت اش كان عزيز عليا، كنعزز عليا نمشي نصور لي بورتري في تارودانت. كان واحد لانسبيراسيون تاع تارودانت كان واعر، عرفتي باش تمشي تصور في تارودانت راه شي حاجه واعره، الناس تيولها لا الصور فهمتي، الى البيبان تيولها واعر، الناس كيفاش تيهضروا، الناس كيفاش تهضر في تارودانت راه لانسبيراسيون واعره. الناس كيفاش تتلبس، الناس القدام كيفاش تتلبس، وكيفاش عايشه في الحياه تما، راه لانسبيراسيون واعره فهمتي. تتلقى بنادم قاعد تلعب داما فرحان مع راسو، الجلابه ديالو غادي بيكالا فهمتي، لانسبيراسيون واعره في تارودانت. تنسبيرا من اليوم اللي شنو تيلبسوا، والله العظيم كنت نضرب عليهم شنو لابسين. لا تلقى الاوتفيت اللي ضرب، كيفاش هو ضرب ديك الاوتفيت، كيفاش ضرب ديك اللبسه، على انسبيراسيون. تلقى ضرب المونطو فوق الجاكيطه، شي سروال مترطاق، تلقى ضرب شي سبايدري ولا شي صباط. المهم الانسبيراسيون بدا من لي بويل، قلت لك الانسبيراسيون في تارودانت من الهضره، من الهضره تقدر تنسبيرا. الا كنتي باغي تنسبيرا، الا كنتي ما باغي تنسبيرا تقدر الهضره تضرك فهمتي. المهم انت شوف كيفاش تشوف تارودانت فهمتي، انا كنت نشوفها بلاصه باش تنسبيرا، اما كل واحد كيفاش تيشوف البلاد، انا كنت نشوفها بلاصه تاع الانسبيراسيون. المهم ما عمرني ننسى الخير ديالها فهمتي، لا الناس تجيو لها لا لا، المهم حيت البلاد هذيك ما عمرك تنساها. وحاليا نيت تمشي مع التوريست والله ما تيبغيش يرجع كاع، تيقول اودي البلاد زوينه كيفاش تخرجتي منها، علاش خرجتي منها فهمتي هكا. فاش تنقول لي راه بالنسبه للكرياسيون اللي تندير راه ماشي ديال هنا، راه تمشي لتغازوت على حساب التوريس وعلى حساب هكا، وحنا قليل عندنا التوريس. تيقول لك علاش هنا قليل عندكم التوريس، ما تنعرف باش بينجو فهمتي. انا حاليا ما تنعرفش، حاليا يسولني شي واحد علاش التوريس قليل في تارودانت، ما عرفتش اش الحرفه اللي ماتت، والله ما عرفتش، والله ما عرفتش فهمتي. واقيلا حيت التصنيعيه كانوا في تارودانت، راه كانت الصناعه تبارك الله، راه تنعقل انا غير على الوالد شحال كنا تنخدموا بالشل، شحال كنا تنخدموا السيكان، وكان كلشي خدام فهمتي. تلقى كلشي خدام 14 الواحد خدام مع باكو وبخير، خدامين الناس، وغادي داكشي تينقص فهمتي، غادي داكشي تينقص هكا. واقيلا الحرفه باش ماتت في تارودانت، باش ما بقاش تيجي لها التوريست فهمتي، الحرفه صافي هكا جايه تارودانت. واجي تارودانت قدامكم وليت تشوفوا. انا هو تارودانت، انا هاك كيما تشوفني على برا شوف تارودانت، انا عين بان لك عرفت تارودانت هاكا بهاد الضحكه بهاد المسطر مزيانه. Ha ha ha.